بمشاركة ما يقرب من 150 طالب انطلقت فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة حول الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بالشراكة بين وزارة البيئة وجامعة القاهرة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد القومي للتنمية المستدامة ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. احنا عندنا يعني خطة للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر في جمهورية مصر العربية. بدأنا بمدينة شرم الشيخ ولسه هنكمل شغل فيها بعد المؤتمر. أعلننا يمكن مدينة الخارجة في الوادي الجديد كمدينة صديقة برضو للبيئة، وهنكمل بعد كده باقي المحافظات الجمهورية. قمة المناخ بالنسبة لنا هي حدث عالمي، ليس فقط لأن اتفاقية المناخ هي من أكبر الاتفاقيات متعددة الأطراف على مستوى الأمم المتحدة، ولكن هي بقت قضية حياتية. هذه القضية مرتبطة ببقائنا على وجه الأرض. استضافتنا ليس فقط نيابة عن أفريقيا، ولكن لتحمل مصر مسؤولياتها ودورها الريادي في التعاون الدولي البيئي. 2، قدرة مصر على جذب الاستثمارات والشراكات من خلال وجود وظائف جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إعادة استخدام المياه، النقل الكهربائي اللي بنتكلم عليه دلوقتي اللي هيبقى موجود في شرم الشيخ. كل دي عبارة عن فرص عمل جديدة هتبقى مفتوحة للمصريين من خلال شراكات وتحالفات دولية موجودة. احنا سعداء بهذه المشاركة وهذا التعاون مع وزارة البيئة ومع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتقديم هذا النموذج الطلابي لمحاكاة مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ في نوفمبر إن شاء الله. وده بيعكس مكانة وأهمية مصر في المجتمع الدولي أن يقام هذا المؤتمر على أراضيها. نحن في جامعة القاهرة مهتمين منذ وقت مبكر بالمحور البيئي، وتنبهنا إليه تنبه سريع منذ 2020، ولذلك كنا حريصين على التعاون مع وزارة البيئة، لأننا الآن أصبحنا جامعة من الجيل الرابع. جامعة الجيل الرابع بتعتبر أن المحور البيئي هو أحد الأركان اللي بتقوم عليها جامعات الجيل الرابع. سعداء أن نشارك في محاكاة قمة المناخ مع طلاب جامعة القاهرة، وهذا الجهد يأتي بالشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة البيئة وجامعة القاهرة والشركاء الآخرين، ونحن نعمل سوياً مع الحكومة المصرية لندعم الشباب ليكونوا قادة ونلهمهم كي يتفاعلوا ويتخذوا موقف مع القضايا المناخية، وهو الشعار الذي تتبنى هذه المحاكاة ونحن نوافق عليه وندعمه. تم فتح باب التقدم لنموذج المحاكاة نهاية مايو الماضي، وتم تدريب الطلبة الذين تم اختيارهم وتجهيزهم في بداية يوليو الماضي من خلال محاضرات وورش عمل على أيدي خبراء في المناخ والبيئة والحوكمة وريادة الأعمال والاقتصاد والنوع الاجتماعي والإعلام والاتصال الاستراتيجي. السيميليشن عامة بدأ بفكرة ان هم عايزين يوصلوا لنا التغيرات المناخية عاملة ازاي، نفهم اكتر الكوب 27 بيدور حوالين ايه، ليه مصر مستضيفاه السنة دي. بدأنا بقى نفهم التغيرات المناخية اون باك جراوند واسعة جدا. بعد كده دخلنا في ديتيلز، خدنا سيشنز على مدار 3 شهور بتتكلم عن التغيرات المناخية، وفهمنا ان الموضوع في ليفل اكبر بكتير من مجرد ارتفاع درجات حرارة. اللي بيدور في الجلسات في كذا حاجة، بس اهم حاجة ان هم جميع دول العالم بتجتمع بحيث ان هم يطلعوا بوليسي بيبر، كل الدول العالم 198 المشاركة في المؤتمر توافق عليها. فالمؤتمر ده هدفه ان كل الدول توافق على الاتفاقات اللي احنا نعملها دي، ما ينفعش دولة واحدة بس ترفض. لو دولة واحدة بس رفضت الاتفاقيات يبقى المؤتمر ده بالنسبة للسنة دي فشل. فطبعا كان مؤتمر السنة اللي فاتت كان قفزة كبيرة، والمؤتمر مثلا بتاع سنة باريس كان قفزة كبيرة برضو، لان فعلا كل الدول في المؤتمر ده اتفقت على البوليسي اللي طلعت. ونأمل ان شاء الله ان احنا هنا في مصر يبقى نوصل لنفس المؤتمر ده بريك ثرو حصل في المؤتمرات اللي بتحصل. احنا من خلال الجلسة بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تمويل المناخ. فكرنا ان احنا نتكلم عن نقط مهمه، مثلا زي التعهدات اللي الدول تعهدت بيها قبل كده وما التزمتش بيها. على سبيل المثال ان الدول تعهدت بتخصيص مبلغ 100 مليار دولار امريكي لمساعده الدول الناميه والاقل نموا، بس ده ما حصلش، لان وفقا للتقارير ان في سنه 2019 تم تخصيص 80 مليار دولار امريكي بس. وتاني حاجه مثلا على سبيل المثال ان الدول تعهدت بتخصيص 50% من المبلغ ده للتكيف و50% الثانيه للتخفيف، ده برضو ما حصلش لان معظم الاموال بتروح ناحيه التخفيف بدل التكيف. واخر نقطه ودي برضو مهمه جدا، ان الدول تعهدت ان هيكون في تمويل لجميع الدول، بس ما قدرناش نشوف ده على ارض الواقع، لان فعلا ما زال لغايه دلوقتي في دول كتير قوي بتعاني من قله التمويل.
فاحنا بدورنا النهارده هنحاول نوصل لاراء ومقترحات بحيث نقدر نسلمها في الورقه النهائيه لتروح للكاب. ومع الانتهاء من فعاليات نموذج محاكاة جامعة القاهرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، تم الخروج بعدد من التوصيات القيمة التي تعكس رؤيتهم لمختلف قضايا المناخ والتي سيتم عرضها على القمة الفعلية المنعقدة في شرم الشيخ نوفمبر المقبل. برنا عادل، إكسترا نيوز.